كتبت علي امه وقالت لي انه كانه بلال ما بيسمع. انا قلت لها لا ان شاء الله بيسمع، بلال اموره كويسه والدكتور طمني. قلت لامه بدي اروح صوره عند دكتور الاذنيه، فخططنا له تخطيط سمع وقال لي انه ابنك ما بيسمع. أنا ما خليت منظمة إلا ما رحت عليها، صار لي سنتين وأنا عم بتعذب ببلال. كل يوم بروح على منظمة وكل يوم بروح على جمعية خيرية. الغانم بيقول لي ما نحسن نساعدك لأن المبلغ ضخم، وهون العملية بالشمال السوري مكلفة جدا وأنا ما لي قدرة عليها. أنا بدي ابني يرجع يسمع، بدي ابني يعني ياخذ حقه من التعليم، يلعب بين هالأطفال مثل هالولاد. يعني أنا بس هذا اللي بدي، أنا ما بدي لا أكل ولا أشرب. أنا لما عندي ابني هيك يعني حالته صعبة علي، أنا ما بدي لا أكل ولا بدي شرب، أنا هذا اللي بدي إياه.